أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. طوال 18 سنة ربما الكل يتساءل كيف يمكن لنظام طوال 18 سنة لم يقدم لنا شخصية واحدة فقط لامعة تستطيع الحديث بطريقة مقنعة وطريقة حقيقية وطريقة منطقية وعقلانية ويمكن احترامها. هذه كارثة كبيرة. منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 لغاية عام 2003 نحو 83 سنة، قدم العراق خيرة العلماء، خيرة المفكرين، خيرة الرسامين، خيرة الفنانين، خيرة المهندسين والأطباء، أساتذة الجامعات، قدم لنا جامعات، مدارس، بغض النظر عن شكل النظام، ملكي، جمهوري، ما أعرف منه، لا نتحدث عن النظام، لكن هذا الاستثمار في الإنسان العراقي قدم لنا، بنى مدن وبنى جسور وبنى مصانع وبنى كل هذه، وبعد عام 2003 كل هذا تم تدميره، وإذا بنا نعود إلى الأمية والخراب وأمراض تخلصنا منها مثل السل وغيرها، وصارت ملفات محروقة وإذا بها تعود إلى الحياة، وعادت الأمية وعاد الخراب وعادت الطائفية كارثة كبيرة حقيقة. وطوال 83 سنة قدموا لنا شخصيات، مؤرخين وكتاب وعلماء ومتحدثين وإعلامي، وكل شيء قدموا لنا طوال 83 سنة، ومثل ما قلنا بغض النظر عن شكل النظام، قدموا لنا علماء في الدين، قدموا لنا رجال فكر، رجال تحليل، رجال تفسير، كل شيء قدموا لنا، قدمت لنا هذه المنظومة بغض النظر عن شكلها مرة أخرى، حتى لا يقال أنتم تنحازون إلى هذه الجهة أو تلك، لكن خلال 18 سنة ليقول لنا ماذا قدموا لنا. الذي يجعلني أتحدث عن هذا أنه بعد 18 سنة يضطر المواطن العراقي إلى أن يشاهد ساعتين كاملة من ما يسمونه مناظرة جرت قبل أيام، معرضة إحدى شاشات الفضائيات، والناس تتداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، مناظرة بين واحدة تمثل تيار الصدري وآخر يسمونه مفكر عراقي، بغض النظر عن شكل التفكير ماله، وإن كان مفكرا أو غير مفكر، مؤلف أو غير مؤلف، لكن أن يجلس بهذه الطريقة مع هذه الشخصية يعني يسقط كل هذه الأوصاف. وبالتالي مستوى متدني من الفكر والاتهامات والأقوال والادعاءات لا أساس لها، لا بالمنطق ولا بالعلم ولا بعلم الاجتماع ولا بعلم السياسة ولا بعلم بأي علم. ما هذا؟ يعني ها قدر العراق، قدر العراقيين هؤلاء، هذا الشعب الرائع، الشعب اللي عمقه في الحضارة 12,000 سنة، واللي أسس كل هذه الحضارات، اللي علم الناس الكتابة، واللي اخترع العجلة، واللي اخترع المدن والزراعة والقوانين. فبالتالي يظهرون هؤلاء نائبة هذه سابقة، يعني تساءل الكثير وقرأت الكثير، يقولون يعني احنا أجبرنا 4 سنوات ما أدري أكثر، ربما دوركين، نعطيها رواتب هذه وحمايات على هذا الكلام الذي لا يدخل العقل، لا ليس فيه منطق وليس فيه عقل. مدينة الصدر لا يمكن إصلاحها لأن إسرائيل لا تقبل، الخيسة والجيفة والخراب والدمار لا يمكن إصلاحها، العراق لا يمكن إلا إذا جبنا حكومة صدرية. ما الصدريين من عام 2005 في أول انتخابات لحد الآن هم يعني مثل ما يقول قبة الميزان. ما هو مقتدى الصدر يقول لم تشكل حكومة إلا بموافقتي، وإذا ما وافق لا تشكل هذه الحكومة، إذن هو جزء منها ولديه وزراء ولديه نواب، أكبر نواب بالبرلمان، ماذا فعلوا؟ يعني إذا جبتوا واحد من الصدر وجبتوا جعفر الصدر ما أعرف منه حكم العراق، هذه ستنحل الأمور؟ ما كل المؤسسات أنتم فيها؟ هاي كارثة الكذب، هذا شنو؟ 18 سنة من التدمير والخراب والسرقة والفساد أنتم موافقتوا عليها وجزء من عدها، وبالتالي تحدثون بهذه الطريقة؟ بهذه الطريقة الفجة؟ المشكلة ليست هنا، المشكلة بنيوية، يعني هي مدينة الثورة، من يتحمل مسؤولية بنائها بهذا الشكل؟ هذه اللي سميت
مدينة صدام فترة ومدينة صدر الآن. من يتحمل مسؤوليته؟ يتحملها أول واحد اللي يسموه يعني أبو الفقراء، عبد الكريم قاسم. هذه الحقيقة. ناس هاجرت فلح، هاجرت من قرى جوع. عراقيين نعم، ومن حقه أن يروح لأي مكان، هذا ليس فيه اعتراض، لكن هاجروا من ضيم الإقطاع، وجاء ثورة 14 تموز، وقالوا أخرجنا قانون في صار يعني نافذ في 30/9/1958، وراء شهرين من الثورة، من قيام الثورة، و14 تموز قامت الثورة، في 30/9/1958 فعل قانون إصلاح الزراعي وصار نافذ المفعول، ووزع الأراضي والملكية والكذا. وأنت تعيد الناس هؤلاء الذين هاجروا من المدن إلى بغداد وصاروا عبئا على بغداد، وهم بلا عمل وبلا شهادات وبلا دراسة، ومدينة تتحمل ضغطهم، أنت تعيدهم إلى أراضيهم وتعطيهم أراضي، وإحنا بلد زراعي ونحتاجهم، هم فلاحين. هذا ليس انتقاص منهم، هذه حياتهم وحياة العراق، هذه جزء من حياتهم وحياة كل الناس، ليس انتقاصا منهم. تالي يبني لهم مدينة، يجيب لهم واحد يوناني صمم لهم مدينة وقعدهم للناس في مجمع هذا 140 متر 140 متر، والآن صارت ربما 50 متر تعيش بعائلة 8 و10 نفوس فيها، وبالتالي كارثة كبيرة. لماذا كل هذا الضيم؟ أولادهم يتخرجون، نحن نريد أولادهم يدرسون يتخرجون جامعات، يبني لهم جامعات في مدنهم في محافظاتهم، وتبقى بغداد مدينة حال أي مدينة أخرى، عاصمة نعم، رمز للسياسة ورمز للحكم ليس أكثر، وحالة حال المدن الأخرى تتطور، المدن الأخرى تتطور بغداد معها. وبالتالي العراق يعتمد على زراعته وصناعته، وأبني لهم معامله، بدل هذا جيبهم تبني لهم مدينة في بغداد وتحرم الزراعة وتحرم الأراضي الزراعية. مئات الآلاف من الهكتارات الأراضي الزراعية تركت لأنه أهلها هاجروا وجاءوا إلى بغداد وسكنوا في الرصافة وغيرها، وأعطيتهم مدينة. ألم تستطع إعادتهم وتوطينهم مرة أخرى في مدنهم بعد أن قضيت على الإقطاع؟ ما هذه الكارثة. إذا الآن يسموه أبو الفقراء، أي الفقراء؟ هذا الخطأ الاستراتيجي اللي يتحمل العراق الكثير، تحملوا أهل الثورة، أهل مدينة الصدر الآن، المساكين تحملوا شوارع ضيقة، عيشة ضنكة، حياة تعبانة، وبالتالي تأتي هذه النائبة لتتحدث بطريقة فجة غريبة عجيبة، تحمل جوانب أخرى، ولا حل في العراق لكل هذه المشكلة إلا بمجيء حكومة للتيار الصدري. وماذا بعد؟ ماذا غير هذا الخراب وهذا الدمار؟ هذه يعني كارثة كبيرة. منذ عام 58 تأسست الجمعيات الفلاحية والجمعيات العمالية، والناس تشتغل، وكان ممكن تعالج كل هذه المشاكل، لكن تركت لتتفاقم ووصلت لهنا. والآن الحل عند هذه النائبة اللي تقول أنه الحل بحكومة من التيار الصدري، وإذا جاءت الحكومة من التيار الصدري ممكن تقولين إسرائيل وما أعرف منه والتلمود وما أدري منه، حجارة على حجارة. طيب شلون راح تواجهوهم؟ الكارثة كبيرة الحقيقة، كارثة العقول التي تريد أن تقنع أهل العراق بأنهم مجموعة من المتخلفين، هذه لا يمكن القبول بها. أهل العراق متنوري العقول والرؤى والفهم والإدراك، ولا يمكن لهؤلاء أن يحكموهم بهذه الطريقة مع الأسف الشديد. وقت هذه الحلقة قد انتهى، أترككم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.